هذا فلوج من عرس مبارح. بلشت بالميك اب من الساعة 10 الصبح لأنه أكره شيء علي أستعجل بالميك اب. بحس إنه صعب يزبط إذا ما مركزة 100%. بالنسبة لإلي الميك اب والشعر حتى أهم من الفستان، بس الفستان اللي لبسته واو. تابعوا معي الفيديو للآخر عشان تشوفوه. أهم شيء بالميك اب للأعراس هي نستعمل فونديشن وستينج سبراي من براند منيحة. وبالنسبة لشعري رفعته بالجيل وركبت بونيتيل، وهذا كان الفاينل لوك. الأفراح بلندن كتير سيمبل، مش مثل البلاد العربية، وعرس سيمبل يعني لوك سيمبل، بس أنا طلعت شوي أوفر، بس ليش لا؟ ما حدا خصه. العريس والعروس كانوا كتير سبيشل، العريس فلسطيني والعروس من الصين، ميكس كتير مختلف وحلو. وأول مرة بروح على العرس والأكل بيكون هيك مناسب لإلي، كان في كل المقبلات الطيبة ومعجنات، يا سلام. وبالآخر ما اختاروا إلا أنا أشقف الكيك، ما بعرف مين قال لي إني معلمة، بس طلع تقطيع الكيك أصعب بكتير من ما توقعت. وهون وصلنا لنهاية العرس، يلا باي.